السلام عليكم، مرحبا بالجميع. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم الكوتش حميد المقدم. اليوم كما تكلمنا فإننا سنتكلم عن الأس الهيدروجيني. والأس الهيدروجيني وهو ما يعرف بالـ pH. إذن في الجزء الأول سوف نتكلم عن الأس الهيدروجيني بمفهومه العام في الإطار الكيميائي، وبعد ذلك سوف يكون جزء ثاني سنقوم بتطبيق كل هذه المفاهيم الخاصة بالأس الهيدروجيني أو ما يسمى بالـ pH، سوف نطبقها في مجال الحلاقة وفي مجال التجميل، وسوف نعطي يعني مجموعة من الأمثلة ومجموعة من التطبيقات في هذا المجال لكي نفهم ما هي أهمية هذا الأس الهيدروجيني وكيف يمكن أن نتعامل معه من الناحية الاحترافية ومن الناحية المهنية. لأن العديد من الحلاقين والحلاقات والمجملين والمجملات يغفلون بشكل كبير عن هذا الموضوع ويطبقون بعض المنتجات بشكل عشوائي لا يتناسب مع طبيعة الشعر ولا يتناسب مع طبيعة البشرة. إذن إن شاء الله سوف نتكلم في هذا الإطار بخصوص يعني الأس الهيدروجيني أو ما يسمى في الـ pH. أترككم وبعد يعني فترة سوف نلتقي عما قريب. كما قلنا سوف نتكلم عن جزئين من هذا الدرس. الجزء الأول وهو سوف نتكلم عن وحدة القياس الـ pH مع التطبيق في الجزء الثاني لهذا المفهوم، مفهوم الـ pH. كما قلنا سوف نتكلم عن جزئين من هذا الدرس. الجزء الأول وهو سوف نتكلم عن إذن الجزء الأول وهو الـ pH. الجزء الأول وهو وحدة القياس الـ pH. إذن بالنسبة لوحدة القياس الـ pH هي وحدة لقياس المحاليل بشتى أنواعها. هذه المحاليل قد تكون محاليل حامضية أو محاليل قاعدية، وفي الكيمياء تسمى بالأس الهيدروجيني. يستخدم قيمة الأس الهيدروجيني كقياس معياري لقياس خصائص الماء من الدرجة الأولى، وبعد ذلك نمر إلى باقي المحاليل، وتقرأ باللغة الإنجليزية pH. ومن الناحية العلمية يجب أن يكون هناك كتابة للبي بالرمز الصغير والH بالرمز الكبير، وتسمى بهذه العملية تسمى ببوتنسيال هيدروجين، بوتنسيال هيدروجين أو بوتنسيال أوف هيدروجين. وهي تعبر عن ماذا؟ عن كمية الأيونات الموجودة داخل محلول. أيونات ماذا؟ أيونات الهيدروجين. إذن فالهيدروجين هو عبارة عن أيونات يكون داخل المحاليل، وعندما نريد قياس هذه الأيونات هذا القياس يسمى بالـ pH. هناك كذلك أيونات أخرى تسمى بالـ pOH. إذن فالـ pOH تعني ماذا؟ تعني بأن الأيونات الـ OH ما يسمى بالـ OH، أي ما يسمى أكسجين وهيدروجين، وبذلك تسمى بـ potential of OH. إذن يمكن أن نطبق التسميتين معا، تسمية pH أو تسمية pOH، لكن يجب أن نعرف يعني خصوصية كل تسمية من هذه التسميات. فعندما نقول pH فإننا نقوم بقياس أيونات الهيدروجين الموجودة بالماء أو بأي محلول آخر، وعندما نقول pOH فإننا نقوم بقياس الأيونات الهيدروكسيدية، إذن أيونات الهيدروكسيد OH
بلس او اش بلس او اش نيجاتيف او اش موا. اذا بالنسبه للهيدروكسيد فهو يحمل الشحنه الكهربائيه السالبه، وبالنسبه للهيدروجين فهو يحمل الشحنه الكهربائيه الموجبه. كل ما يحمل من يحمل الشحنه الكهربائيه الموجبه ك H بلس يسمى بحامضي، وكل ما يحمل الـ OH بالشحنة الكهربائية السالبة هنا نسميه بنيجاتيف أو يسمى بمحلول قاعدي. للتوضيح أكثر، إذا أخذنا منابع الماء من جميع المنابع الموجودة للماء من أنهار وسدود وبحار وينابيع و و و و إذا كل هذه يعني الأنواع التي ينبع منها الماء فهي تحتوي على ماذا؟ تحتوي على جزيئات، هذه الجزيئات تسمى بجزيئات الماء. إذا فجزيئات الماء كما نلاحظ هنا في الصورة، فجزيئات الماء نلاحظها بأنها تتكون من ذرة واحدة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين H2O 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 بمعنى ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين. إذن عندما نقوم بتفكيك هذه الجزيئة وهي جزيئة الماء فإننا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بأن هذه الجزيئة جزيئات الماء فهي كما قلنا تتكون من ذرة واحدة من الأكسجين وذرتين من الهيدروجين. عندما نقوم بتفكيكها فيجب هنا أن تتفكك إلى عنصرين أساسيين، وهو العنصر الأول وهو الهيدروجين أو أيونات الهيدروجين والتي تحمل كما قلنا الشحنة الموجبة، و إلى كذلك أيونات الهيدروكسيد وهي OH OH وهنا تحمل الشحنات الكهربائية السالبة. بالنسبة للماء الشحنات الكهربائية السالبة والشحنات الكهربائية الموجبة هي شحنات متساوية ومتعادلة. إذن فالشحنات الكهربائية السالبة والموجبة هي عبارة عن شحنات متساوية ويعني متقايسة فيما بينها كما نلاحظ هنا. إذن نلاحظ هنا بأن الشحنات الكهربائية هنا سالبة وموجبة. الشحنة السالبة تسمى بالأنيونات والشحنة الموجبة تسمى بالكاتيونات. في حالة الماء فإن الشحنات الكهربائية تكون متساوية، أي أن عدد الأنيونات يساوي عدد الكاتيونات. إذن فعدد الأنيونات يساوي عدد الكاتيونات، وهذا ما نلاحظه في الماء المقطر. إذا في الماء المقطر، في حالة الماء المقطر نلاحظ بأن عدد الشحنات الموجبة أو تسمى بالكاتيونات تساوي عدد الشحنات السالبة والتي تسمى بالأنيونات. وكما قلنا في حالة الماء فالكاتيون هو H بلس والأنيون هو OH نيجاتيف. واضح؟ لحد الآن. إذا أخذنا مثلا وكان لدينا في محلول ما عدد الكاتيونات مرتفع، عدد الكاتيونات مرتفع بمعنى أن الأش بلس يوجد بكمية كبيرة، هذا يعني ماذا؟ يعني أن الحامضية هنا ترتفع، فكلما زادت نسبة الكاتيونات داخل المحلول إلا ونلاحظ بأن هناك يعني حموضة أكثر. فمثلا عصير البرتقال وعصير الحامض، إذن عصير البرتقال أقل حموضة من عصير الحامض، عصير الأفوكادو أقل حموضة من عصير الليمون، وهكذا. بمعنى أن كلما كانت نسبة الكاتيونات أكثر داخل محلول الماء فهذا يعني أن نسبة الحموضة تكون أكبر وأكثر. كما نلاحظ مثلا في
المثال الذي أمامنا، لاحظوا هنا في المثال الذي أمامنا، لاحظ لدينا هنا كلوريدريك أسيد، سلفيريك أسيد، أسيتيك أسيد، أسكوربيك أسيد، بمعنى أن هنا مجموعة من المواد والمنتجات التي بها حموضة. إذا أخذنا كلوريدريك أسيد فنجد مثلا فيه نسبة الكاتيونات بشكل كبير، إذا أخذنا السلفيريك أسيد نسبة الكاتيونات أقل من الكلوريدريك أسيد. الأسيتيك أسيد وهو حمض الخليك إذن فهو فيه نسبة حموضة أقل. الأسكوربيك أسيد وهو الفيتامين سين فيتامين سي فهو يوجد به كذلك نسبة حموضة أقل. إذن كلما كانت يعني الكاتيونات كثيرة وموجودة بنسبة كبيرة داخل محلول الماء، هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا أن هذا المحلول هو عبارة عن محلول حامض. لنأخذ مثال معاكس، إذا كانت نسبة الهيدروكسيد، الهيدروكسيد وهو الـ OH نيجاتيف، الـ OH نيجاتيف أو الهيدروكسيد تكون نسبته أكثر، في هذه الحالة نقول بأن المحلول هو عبارة عن محلول قاعدي بحكم أن الـ H بلس أو الكاتيونات تكون بنسبة أقل. واضح؟ إذا أخذنا كمثال مثلا مواد النظافة ومواد التصفين، مثلا أخذنا هنا تايد، فتايد فهو عبارة عن محلول قاعدي وقاعديته هي التي تعطينا يعني ذلك أو تلك عملية التنظيف. إذا أخذنا مثلا ماء جافيل، فهذا ماء جافيل كذلك فلديه قاعدية يعني كبيرة جدا، أي أن نسبة الهيدروكسيد تكون أكثر، نسبة الهيدروكسيد أكثر. إذا أخذنا مثلا محلول خاص بتسريح يعني البلاعات، إذن هذا المحلول هو كذلك قاعدي، لذا دائما مكتوب به لا يتم لمسه بالماء لأن قاعديته تكون كبيرة جدا ويستطيع إذابة المواد الدهنية العالقة وبذلك يعطينا تنظيف قوي. إذن فنسبة الهيدروكسيد تكون أكثر. إذا أخذنا كذلك بعض المواد الأخرى التي تستعمل يعني في مجموعة من المجالات، فهي تعطينا ماذا؟ أن هذه المواد تكون بها نسبة الهيدروكسيد أكثر من نسبة الهيدروجين وبذلك تصبح أنها قاعدية. إذن إذا قمنا بمقارنة هذه المواد بالكامل، إذا أخذنا الماء المقطر نجد بأنه يوجد بالوسط بحكم أن عدد الكاتيونات وعدد الأيونات هي متساوية. إذن عدد الكاتيونات وعدد المتساوية وهنا يرمز لها برقم مناسب لها وهو رقم 7. إذن فرقم 7 يعني ماذا؟ يعني بأن هذا الكاتيون أو بأن عدد الكاتيونات وعدد الأنيونات هو متساوي. إذن عدد الكاتيونات وعدد الأنيونات هو متساوي وبذلك فإننا نسمي هذا المحلول محلولا محايدا، محلول محايد. لكن إذا أخذنا المحاليل الأخرى، مثلا أخذنا المحاليل الأخرى و أعطيناها مثلا رقم 0، هذا يعني بأن نسبة الكاتيونات أكثر بكثير من نسبة الأيونات وبذلك نعطيها بأنها محاليل حامضية. لذا كل المحاليل الموجودة ما بين رقم 0 ورقم 7 في حدود رقم 7 تسمى بمحاليل محايدة. إذن كل هذه المحاليل تسمى بمحاليل محايدة. إذن عندما نجد مثلا محلول ما pH الخاص به يساوي 2 هذا يعني أنه محلول حامضي، إذا كان pH الخاص به يساوي 4 هذا يعني بأنه محلول حامض. من الجهة الأخرى إذا كانت هذه المحاليل موجودة ما بين رقم 7 تقريبا رقم 7 لأن 7 هو محايد إلى رقم 14،
إلى رقم 14، هذه المحاليل تسمى بالمحاليل القاعدية، محاليل قاعدية. فمثلا البي اتش يساوي 8 كالشامبو، مثلا شامبو الكلاريفيل فيساوي 8، إذا هذا المحلول هو محلول قاعدي. إذا أخذنا مثلا رقم 10، إذا بي اتش يساوي 10، مثلا مواد الفرد، واضح؟ مواد الفرد الكي بي اي، إذا فهي تساوي 10، وبذلك يكون البي اتش الخاص بها هو بي اتش قاعدي، لأنها تحتوي على نسبة الهيدروكسيد بنسبة كبيرة ونسبة الهيدروجين بنسبة قليلة. إذا هذا السلم الذي أمامنا يسمى بسلم البي اتش، يسمى بسلم البي اتش، وترقيمه موجود ما بين 0 و 14. ما بين 0 و 14 كما قلنا، فما بين 0 و 7 يسمى حامضي، وما بين 8 7 و 14 يسمى قاعدي، وفي رقم 7 بالضبط في القياس رقم 7 يسمى محايد. لذا عندما نكون نتعامل مع منتوجات سائلة فيجب أن نتعامل معها بشكل أو بجزء من الحذر. لماذا؟ لأننا يجب أن نعرف هذه المنتجات التي نشتغل عليها، هل هي منتجات ذات طبيعة pH حامضي أو ذات طبيعة pH قاعدي أو ذات طبيعة محايدة. واضح؟ أتمنى يعني أن أكون قد وضحت يعني يعني مجموعة من المفاهيم الخاصة بال pH. وفي الجزء التالي سنقوم بعملية تطبيق البي اتش في منتجات الحلاقة والتجميل، مثل الصباغة، مثل الأوكسيدان، مثل بودرة التفتيح، مثل الشامبوات، مثل مواد الفرد، مواد المعالجة. إذا كل هذه المواد سوف نتطرق لها في الحصة القادمة وفي الدرس القادم إن شاء الله. إلى اللقاء، وأتمنى لكم يعني رمضان كريم، وأتمنى أن تتفاعلوا مع الفيديو ليأتيكم الجديد دائما. مرحبا بالجميع.